يا مساء الخير والسعادة على حضراتكم جميعا. خلوني ابتدي معاكم البرنامج النهارده بمشكلة ارتفاع أسعار الدواجن، والحقيقة إن كلنا متابعين المشكلة دي وكلنا متأثرين بيها وكلنا حاسين بيها وبنتكلم عنها طول الوقت. خلينا كمان نكون عارفين أسباب المشكلة أصلا من الأول وليه ارتفع أسعار الدواجن. احنا بنتكلم إنه في أزمة اقتصادية عالمية بتتأثر بيها كل الدول، ومصر بتتأثر بيها بشكل يعني زي كل الدول اللي يعني بتتأثر بهذه الأزمة. بيجي ده في إيه؟ بيجي في ارتفاع أسعار. خلينا نتكلم على موضوع الدواجن على وجه التحديد والأزمة اللي كانت حاصلة وما زالت طبعا في مسألة ارتفاع فاتورة الاستيراد وتأثيرها على زيادة أسعار الأعلاف، وكمان الأزمة اللي كانت حاصلة في سلاسل الإمداد في العالم كله وبالتالي في مصر. علشان كده كل هذه الأسباب لما اتجمعت فتؤدي في الآخر لزيادة تكلفة تربية وبيع الدواجن. لكن خلينا نشوف على الناحية التانية احنا عايزين ايه من الدولة لاستيعاب الأزمة دي وللتعامل معاها. بنتكلم انه شفنا قرارات الفترة اللي فاتت، قرار بإعفاء منشآت الدواجن من الضريبة العقارية، شفنا كمان وزارة الزراعة اللي أعلنت عن طرح 1000 طن فراخ بتخفيض 20%. ايه أثر ده على السوق؟ هنبتدي نحس امتى بهذا التغيير في الأسعار؟ زي ما احنا لامسين ارتفاع الأسعار، هل هذه الإجراءات هتاخدنا لانخفاض في الأسعار وامتى نبتدي نحس ده؟ هنتكلم مع حضراتكم بشيء من التفصيل دلوقتي. معانا على التليفون دكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة. مساء الخير على حضرتك يا دكتور، وعايز أعرف طرح الألف طن ده هيؤثر ازاي على الأسواق؟ ازاي هيتم تدبير أصلا هذا الرقم وامتى موعد طرحه؟ يعني الاول اسمح لي اشكر حضرتك شكرا جزيلا يا فندم. وطبعا الله يسلمك، احنا طبعا بنتكلم على جهود الدوله في مجال تقليل او طرح اسعار مناسبه للجمهور. فاحنا بنستغل المشروعات الكبيره اللي كان بيتم تنفيذها في الفتره السابقه واللي ساهمت بشكل كبير ان احنا نحقق إتاحة لكل المنتجات الغذائية اللي ممكن يحتاجها المواطن المصري. وبالتالي احنا عندنا مجموعة من المنافذ والشوادر اللي تم فتحها وبيتم فتحها بشكل مستمر علشان نقدم او نعمل عملية ربط مباشر ما بين المنتج والمستهلك. واحنا اطلقنا مبادرة اسمها مبادرة خير مزرعنا لأهالينا لتنفيذ هذا الغرض، علشان يبقى فيه طرح للمنتجات اللي بيقدمها المنتج المصري أمام المواطن المصري ونقلل من الحلقات الوسيطة، وبالتالي بيحدث الحلقات الوسيطة هنا يا دكتور هي اللي بتزود السعر. يعني المفروض بتكون الدولة بتعلن عن سعر ما، لكن ما بيوصلش ده للمستهلك، المستهلك بيلاقي زيادة عن هذه الأسعار لما بيشتريها. علشان كده فكرة المنافذ والشوادر والمبادرات اللي بتم إطلاقها من الدولة المصرية بتقوم بهذا الغرض، لأن احنا لما يكون قدام المواطن المصري بديل مناسب بيقدم له جودة عالية وبيقدم له سعر مناسب، فبالتالي اي حد بيفكر ان هو يعمل ارتفاعات غير مبرره في الاسعار اكيد هيضطر ينزل هذه الارتفاعات غير مبرره عشان يحدث استقرار واتزان في السوق. طبعا هذه الشوادر وهذه المنافذ بتبيع تقريبا كل احتياجات المواطن المصري، بتوصل فيها نسب التخفيضات في بعض الاحيان لاكثر من 20%. ويمكن كمان يعني اتحاد منتجي الدواجن عمل مبادره بالتعاون مع وزاره التموين وطبعا بتوجيهات من الوزاره ان هم يقدموا منتجات الانتاج الدواجني ليهم باسعار مناسبه علشان تطرح ضمن المنتجات اللي بيتم طرحها في المنافذ او الشوادر اللي بيتم بيعها خلال فتره رمضان. اكيد ده كله هيكون له انعكاس ايجابي على السوق، واحنا كمان مستمرين في ان احنا بنفتح مجموعات كبيره من المنافذ، بنفتح وبنشارك في كل منافذ اهل رمضان وفي كل الاماكن. خليني اتوقف مع حضرتك عند النقطه دي يا دكتور، لان دي نقطه غايه في الاهميه الحقيقه. احنا واحنا داخلين على شهر رمضان، رغم ان احنا طول الوقت بنتكلم عن الازمه الاقتصاديه وتبعاتها علينا جميعا كافراد، الا انه عندنا سلوك استهلاكي كبير جدا جدا في رمضان. اذا شوادر اهلا رمضان وهذه المجمعات الاستهلاكيه هيكون عليها اقبال مختلف عن السنين اللي فاتت، ويمكن اسر ما كانتش بتكون موجوده هتكون موجوده. ازاي بتستعدوا لده؟ هل بزياده الشوادر دي او بزياده المعارض دي في كافه المحافظات، ام انه كمان احنا عايزين نتكلم عن جوده وتنافسيه في الاسعار وفي الجوده وفي التوافر؟ يعني خلينا اقول لحضرتك مثلا احنا لما بنتكلم على المنافذ والشوادر هنلاقي ان مجموعات كبيره من المنافذ بيتم فتحها. التوجيه كان دوله رئيس مجلس الوزراء ان احنا يتم فتح هذه المنافذ وهذه الشوادر المخصصه لبيع منتجات شهر رمضان بدايه من شهر يناير، وده بالفعل حصل ومستمريه حتى يحدث استقرار في الاسعار، وان شاء الله احنا مستمرين في فتح هذه المنافذ. مش بس وزاره الزراعه انا بتكلم على كل منافذ الدوله المصريه. يعني عندنا مثلا في وزاره الزراعه 243 منفذ ثابت و30 منفذ متنقل، هنلاقي برضو الاف المنافذ والاماكن البيع ونقاط البيع
اللي موجوده سواء في منافذ وزاره التموين، منافذ جمعيتي التابعه لوزاره التموين، منافذ تحيا مصر، منافذ امان، منافذ وطنيه، مبادره كل اللي موجوده عشان تخدم المواطن المصري في كل التجمعات، مبادره كلنا واحد، منافذ اهل رمضان او شوادر اهل رمضان اللي بتغطي كل انحاء الجمهوريه تقريبا. كل ده هدفه ان احنا يبقى في تنوع وفي اتاحه مستمره قدام المواطن المصري. صحيح. وبالتالي ده يقود الاسعار او يقود السوق الى مزيد من الاستقرار والاتاحه امام المواطن المصري، وبالتالي ده ينعكس يعني بشكل ايجابي على السوق. وطبعا احنا داخلين على موسم كريم وبيزيد فيه بشكل او باخر الطلب، فوجود هذه المنافذ ده او هذه الشوادر او هذه النقاط البيعيه يحقق هذا الغرض وبيخدم المواطن المصري انه يلاقي احتياجاته باسعار مناسبه، ونفضل دايما مطمئنين او يكون دايما في قدره على السيطره على الاسعار، الى جانب ان الدوله كمان اخذت اجراءات لعمليه المتابعه وعمليه الرقابه على موضوع الاسعار باكثر من شكل وباكثر من طريقه، وكل الجهات المعنيه بالدوله المصريه بتقوم بدورها من اجل توفير المنتج بسعر مناسب للمواطن المصري. طيب يا دكتور محمد، احنا الطرح الجديد ال 1000 طن ازاي الناس هتحس بالفرق؟ يعني ده هل هينعكس على اسعار، وامتى الناس تبتدي تحس بهذه الانعكاسات على ارض الواقع في اسعار الدواجن؟ يعني بالمناسبه هو احنا عندنا كنا دايما كل ما بيحدث او كل ما بنشهد وجود ازمه او مغالاه غير مبرره في الاسعار بيتم طرح كميات. يعني كان في فتره من الفترات لقينا ارتفاع غير مبرر في اسعار بيض المائده، تم طرح كميات اضافيه منه من خلال اتحاد منتجي الدواجن بالمنافذ التابعه للدوله المصريه. دلوقتي اتحاد منتجي الدواجن هو عنده مجموعه المجازر ومجموعه المنشات التابعه ليه اللي بيبيع فيها المنتجات، ويمكن نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن صرح اكثر من مره ان هم هيقوموا بتوريد هذه الكميات الى وزاره التموين بتخفيضات قد تصل الى 20%، فاكيد ده كمان هيبقى له انعكاس ايجابي ان يبقى في فرصه للمواطن ان يلاقي احتياجاته باسعار مناسبه في السوق. ده هينعكس ازاي؟ هينعكس ان هيبقى في اتجاه اجباري او اتجاه ملزم لكل الراغبين في البيع وكل التجار اللي بيبيعوا ان هم كمان هيلتزموا بسعر معين علشان خاطر ده يقدروا ينافسوا ويقدروا يكون ليهم قدره على المنافسه في السوق، خصوصا مع تعدد نقاط البيع اللي موجوده ومع الكميات المتاحه اللي هتكون موجوده ان شاء الله بكميات كبيره، فاكيد ده هينعكس بشكل كبير على السوق. ان شاء الله يعني مع جهود الدوله ومع تضافر الجهود وكل الاطراف الحقيقه بتشتغل باخلاص وبعمل دؤوب من اجل ان يحدث او من اجل خدمه المواطن المصري. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور محمد القرش المتحدث باسم وزاره الزراعه، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معانا.